حد أكتر من طاقته مش هيستحملك. كل حاجة لها معيار. بص يا جمال، اتجوز براحتك، الجواز لعيب ولا حرام، بس كاميليا بالذات لا. اشمعنى يعني؟ ما تناسبكش. ليه بقى؟ لعلمك انا مش كبير قوي زي ما انت متخيل، كاميليا كمان مش صغيره قوي. انا عارف انت لا كبير ولا هي صغيره، بس فرق السن كبير قوي، انت اكبر منها يا جمال. زعلت؟ ها؟ لا ما زعلتش ولا حاجه، بس انا عندي مشوار كده لازم اروح اعمله. شوف يا حبيبي، انا عايز افهمك ان كاميليا دي اي نعم ارمله، بس لا شايله عيل بتجري بيه في الشوارع، ولا هي وحشه، بس ما تنفعكش يا جمال، انت اكبر منها بكتير. صدقني لو ما كنتش بحبك مش هقول لك الكلام ده. شوف يا عبد الله، زمان لما كنت بفكر في حكايه الجواز دي كنت بقول هتستنى للسنه الجايه تكون عملت قرشي. كل ما ابص في المرايه الاقي نفسي لسه صغير، تنام اصحى من النوم اشتغل نفسي، البس هدومي انزل جري، اركب المواصلات، اعاني طول ما انا ماشي في الشارع لغايه ما اوصل الشغل، اقعد على المكتب مصف او مصف، بس الوظيفه مش عارف. بص على حواليا كده تكون كلهم زيي، قول اشمعنى انت كمان؟ وانت اللي هتغير الكون يعني؟ فضلت كده لغايه ما العمر جري، لغايه النهارده مش عارف انا بشتغل ايه. انت عارف ان عبد العزيز ابو كاميليا مات وهو مستني التعيين؟ طب يا جمال ايه اللي يخليك مستحمل الفتره دي كلها؟ الموروث زمان خوفونا، قالوا لنا شغل الحكومه مضمون، مرتبه مضمون ومعاش مضمون. ولما كبرت اكتشفت ان اللي بياخدوا معاشات دول مش بياخدوا عشان يعيشوا بيها، بالعكس بياخدوا عشان يتعالجوا بيها، بياخدوا المعاش عشان يموتوا بيه. بس انا مش هعمل زي زمان، انا من النهارده هعمل اللي انا عايزه. حاولت اخد حاجه في حياتي. خلاص يا جمال، اللي انت شايفه صح اعمله. انا خايفه الاكل يبرد على ما البنات توصل. عملت ايه؟ ولا حاجه، قابلوني كويس قوي، وحماتي قالت لي انها هتتكلم مع حماه وتشوف رايه ايه ويرجع ويرد عليا، بس انا قلبي مش مطمن. ان شاء الله ربنا يسهلها. يا رب. وانتي ما تنسيش ترجعي شبكة رامي لو سمحتي، عشان مش عايزاه يبقى رايح جاي بحجة الموضوع ده. حاضر حاضر، بكرة هبعتها بقى مع عم جمال. مفتاحك فين؟ نسيت. ايه؟ كويس انكم مجهزين الاكل، انا هموت من الجوع، رجليا ورمت من كتر اللف. هو انتي برضو ما فيش غير اللي في دماغك بتعمليه؟ مش قلنا نسيبنا من الشغلانة الزفت دي؟ طب اكل واستريح وبعدين نتخانق يا كاميليا. ما تقطعيش من نص الصينيه بتبوظيها، خدي من الزاويه. انا اسفه يا دكتور قوي الصراحه، انا ما خدتش بالي خالص. تحب حضرتك انزل اجيبولك لحد العياده؟ لا لا مش لازم تتعب نفسك خالص. طيب ماشي خلاص، هدي لك العنوان. بقولك يا ميرا، والنبي ما تبقي تعرفين على مامتك. ماشي. ما تعدلي بوزك، وانت ليه محسساني انت خارجه من الجنه؟ هو انت فاكره يا مروه ان انا سهل عليا ان انا اسيبكم؟ يا ستي بقي زورينا بس، ورحمه ابوك يا شيخه، اوعي تنزلي في القرف اللي انا عايشه فيه ده لوحدي. ماشي. عايزه اقوم اجهز انا كمان، عندي عشاء عمل وهتاخر. عشاء ايه؟ عندي شغل، ف
فيعني لازم ألبس كويس يعني واتشيك عشان يعني المظهر مهم قوي في شغلانتنا. وهو الشغل ده مش ليه مواعيد؟ أنا بشتغل سكرتيرة صاحب الشركة، يعني وقت ما يحتاجني لازم يلاقيني. إيه وقت ما يحتاجني لازم يلاقيني دي؟ إيه الكلام العبيط اللي أنت بتقوليه ده؟ كمالي يا حبيبتي، أنا بشتغل في شركة أزياء، شركة شغالة 24 ساعة، يعني قطاع خاص مش حكومة. وبعدين إحنا عايزين نعمل فلوس، عايزة أكبر، واللي عايز يكبر ويعمل فلوس في الزمن ده يعمل أي حاجة. أيوة بس إحنا ما تعودناش على كده. نتعود. هو أنت عايزاني أشتغل في شركة حكومية ولا موظفة حكومية أقعد في المكتب من الصبح لحد 2 بعد الظهر، أخد مرتب آخر الشهر، ما يكفينيش يوم واحد؟ أنا عارفة إن أنت خايفة عليا ومش مطمنة، بس أنا عايزاكي تطمني، والله أنا ما بعمل حاجة غلط. أنا نسيت حاجة أروح أجيبها بسرعة بيجي. ها؟ وأنت بتلمي هدومك ليه؟ كلمت ماما وقلت لها إن أنا هاجي أعيش معاكي. قالت لي ماشي. انتي زعلتي مني؟ انا لو كنت قلت لك كلام مش حلو عشان كنت خايفه عليكي ما كنتش اقصد ازعلك. عارفه يا كمال، عارفه والله، بس ايه مش عارفه اقول لك ايه يا كمال، خايفة أقول حاجة تفهميني غلط، وأنا والله العظيم مش قصدي أي حاجة وحشة. قولي اللي أنت عايزاه وأنا هسمعك. أنت عارفة إن بابا كان دايماً بيوصي عليكي، كان بيقول إنك أقرب حد لي، كان بيخاف عليكي مننا، كان بيقول لنا نعملك كويس، كان حاسس ان احنا هنعملك وحش او بطريقه مش لطيفه. عارفه يا جمال، انا ما اعرفش في حياتي غيركم، ما عشتش مع حد غيركم، بس انا عارفه ان الحياه مش مستقره دلوقتي، وعارفه كمان ان بابا الله يرحمه كان حاسس كل واحده فينا ان الدنيا سهله مش صعبه. بس أنا كاميليا مش هعرف أتعامل معاكم زي ما كنت بتعامل معاه. أقول لك على حاجة ما تزعليش مني؟ قولي. حسيت فجأة إن أنا أختكم لكن من الأب، بس حسيت إني غريبة وسطيكم. ما تسألينيش الإحساس ده جالي إزاي يا كاميليا. روحي. روحي و وأنا كل ما هتوحشيني أو هبقى عايزة أشوفك هجيلك، حتى لو أمك مش عايزة تشوفني هجيلك غصب عنها. ما تزعليش مني. تعالي ناكل لقمة وبعدين كملي اللي أنت بتعمليه. تعالي. ايه يا سمر، يلا الاكل هيبرد. انا اتغديت مع لمار. ماشي يا ستي. انت في ايه، مش هتاكلي؟ لا مش قادره، انا النهارده رحت للدكتور الجديد بتاعي. طب حلو كويس، قال لك اخبار جديده؟ لا ولا اي حاجه، هو بس قال لي ان الدواء تمام، وحصل موقف اصلا غريب قوي، انا خدت تليفونه وهو اخد تليفوني، هو جاي كمان شويه كده عشان ياخده. يجي يا اختي، منور ويشرف. واحنا ليه يعني ما رحناش نرجع له تليفون؟ هو اللي مرضيش. مرضيش؟ ده كله ذوق. الحمد لله انا شبعت، انا هدخل انام بقى، مش عايزه حد يصحيني على صوت عالي وانا تعبانه من الصبح بلف. طب مش هتغسلي ايديك الاول لما اصحى؟ ياه البت دي معفنه كده ليه؟ بقول لك ايه يا كمالي؟ نعم. ما انا نبدا الساعه 9 بقى، عندي شغل. تسعة ايه؟ تسعة الصبح. صبح ايه؟ ما لسه قايل لك تسعة، يعني تسعة بالليل. تسعة بالليل تعملي ايه تسعة بالليل؟ تسعة بالليل؟ تسعة بالليل يا مروة؟ اه تسعة بالليل عندي شغل، وبعدين انا بقوله خلاص ما باخدش اذن حد. بلاش عصبية، بلاش عصبية بالذات بقى مع مروة.
انت عارفه هي بالذات محتاجه مسايسه. من هادي اهو، من عماله سايسه اهو، شايفاني بعمل ايه؟ كوني انت كمان ما متعصبونيش، وانت كمان خلصيني. في ايه؟ بقالك ساعه بحلق لي، مالك مش هتاكل؟ بصراحه اللي يشوفك ما ينفعش ينزل عينه من عليك. لا انا شكلي كده هصدقك بقى. انت لازم تصدقيني على فكره، انا ما بكذبش ابدا. خايفه اصدقك، حاسه انك مالكش امان. ماليش امان مره واحده. الله يسامحك. اصل اللي انا سمعته عليك يخلي اي واحده تاخد منك موقف. اي واحده؟ بس انت بقى مش اي واحده، الدنيا كلها ما فيهاش غير ايتن واحده بس. صح. عندك حق. لا بس فعلا عايزه اقول لك على حاجه، انا ما بقتش قادره اشيلك من دماغي، بفكر فيك طول الوقت زي ما تكون كده عامل لي عمل. بقول لك ايه، ما تقومي بينا. على فين؟ نتجوز. انت مجنون ولا ايه؟ مجنون ليه؟ اوعى تقولي لي بقى ناخد وقت عشان ندرس بعض اكتر واوضب نفسي والكلام الفاضي ده. ايتن يا حبيبتي، اللحظه الحلوه لازم تعيشيها على طول من غير تفكير. شفت بقى، انا برضو بقول انك بتهزر على طول، ما بتقولش حاجه جد ابدا. على فكره انا اكتر واحد واخد الدنيا بجد. هتقولي لي نكلم ماما صح؟ حصل. وهي نازله معايا من المكتب فتحتها في الموضوع، قالت لي مفيش اي مشكله لو هي ما عندهاش مانع. ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده، هو تليفون صغير، هنجيب احلى فستان ونحجز في احلى قاعه في البلد، وهتخلي البلد دي كلها مقلوبه في خلال ساعه. تقصد ايه؟ اقصد ان مفيش وقت نضيعه. ايوه سامح، بس بابي لسه متوفى. ايتن يا حبيبتي، اللي انا اعرفه ان انت عشتي عمرك كله ببيت سمير، مظبوط؟ واعتقد ان باباك الله يرحمه ما كانش على علاقه قويه قوي بيك. وانا خلاص، اللي راح راح، المهم اللي جاي. غريبه، ما حسيتكش كده خالص المره اللي فاتت. حبيبتي زي ما بقول لك، العمر بيجري بسرعه والفرص بتيجي مره واحده، مفيش داعي نندم عليها بعد كده. طب يلا كل